السلام عليكم. كذبت وزارة الدفاع الوطنية اليوم الثلاثاء في بيان لها بشكل قطعي ما جاء في مقال نشرته مجلة جون أفريكا الفرنسية بعنوان السعيد شانغريحة في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضايا الساحل. وجاء في البيان أن وزارة الدفاع تكذب قطعيا هذه الافتراءات والتي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام الجزائري، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها البلاد. وتابع ذات البيان بهذا الصدد: تؤكد وزارة الدفاع الوطنية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يخفي أبدا تحركاتها ونشاطاتها داخل وخارج الوطن.